وهتعملوا حفلة الجمعية الخيرية دي امتى؟ لا ما ينفعش، انتوا مش عارفين ان عندي ولاد في الجامعة وعندهم امتحانات، لازم كنتوا تعملوا حساب الظروف دي. طيب اوكي خلاص، اسألي بقية الأعضاء وردي عليا. باي باي. باي باي ماما. رايحة فين؟ رايحة الكلية. انت مش لسه كنت هناك؟ في ندوة مهمة على الاقتصاد الحر للدكتور رفاعي ومش لازم تفوتني ماما. يا بنتي مش تحطي لك شويه مكياج في وشك هتروحي الجامعه بالطريقه دي؟ مامي انا رايحه الكليه مش للنادي عن اذنك. البنت دي خلاص هتجنني. سوري يا ماما انا بتكسف من بنتي دي جدا، مهمله في نفسها قوي. ما انا مش هسيبها، بس عايزاك انت كمان تديها كلمتين عشان تحس انها شكلها مش كويس كده. يوه ده انا غلطت معاها، مفيش فايده بصراحه يا ماما، بنتك دي دماغها تركيبه غريبه ما وردتش على بشر. وعلى فكره اللي ودها في داهيه دخلها كليه الاقتصاد. ليه؟ ما باباك هو اللي مشجعها عشان عايزه تطلع دكتوره اقتصاد. يا حبيبتي يا امي، ابويا نفسه ما يعرفش بيدرسوا ايه في الكليه دي، هو استغل ان مجموعه كبير ودخلها اعلى كليه في مصر بصرف النظر عن مستقبلها هيكون ايه. يعني بنتك دي هتطلع سفيره ولا وزيره اقتصاد؟ يعني انت اللي صح. لا لا بقى بعد اذنك، انا قصرت، جبت من الاخر، دخلت الكليه اللي اعرف انجح فيها وبسهوله، كليه الالسن، بعدين انا اصلا قوي في اللغات. المهم النتيجة. لا النتيجة دي بقى مضمونة، مضمونة 100%. المهم بقى ايه؟ هدية نجاحي انا مش هتنازل غير عن العربية اللي في دماغي. يا حبيبي مفيش أي حاجة تغلى عليك. ربنا يخليك يا ست الكل. أنا بكرة هخلص الامتحان، عايز أرجع بقى ألاقي الشيك على بياض، أنزل أجيب العربية على طول. لا يا حبيبي، بعد ظهور النتيجة. إيه يا ماما ده؟ أوه أنا لسه هستنى النتيجة؟ عايز العربية أروح بيها يوم الجمعة عند جدي أنا والشلة. اما يرجع باباك يبقى اتفاهم معاه. لا يا ماما. بابا ايه؟ لو احنا هنقدر نستغنى عنك ده انت كل في الكل. ولا عايزه الواد رأفت يشوفني بعربيه السنه اللي فاتت؟ ابن الفلاحه اكبر غلطه عملها ابوك انه خلالك اخ فلاح ابن فلاحه. رأفت رأفت ايه ايه يا خال مالك؟ تعال قاعد لوحدك كده ليه وسايب شغلك؟ فيك ايه؟ لا مفيش حاجه يا خال الحمد لله. ايه ما دام قاعد لوحدك كده يبقى اكيد في حاجه معكره مزاجك. هو من ناحيه في يا خال، بس يعني الموضوع ما يستاهلش. ما يستاهلش؟ قول يا راجل، قول وفضفض قول. يعني يا خال انت وراك مشغوليات وانا مش عاوز اعطلك. يا ولا يا ولا وانا هيجيني اعز منك برضو اتكلم قول. صراحة يا خال انا مش مطمن من كلام ابويا معايا النهارده، حاسس كده ان في حاجه في دماغه من ناحيه مزرعه المواشي. يا راجل قول كلام غير ده، ولو ان النهارده يعني برضه اتحدث معايا في حكايه المزرعه دي وسالني اذا كنت هتقدر تمشي المزرعه دي صح ولا لا. هو سالك عن كده؟ الله، طب هو ما سالش نفسه عن العجول اللي ببعتها له كل شويه يتبعها دي جت منين؟ عارف جايز تكون في حاجه في دماغه مش فاهمها انا. طب كان يقول لي يا خال، هو انا مش ابنه؟ ولا يعني هو فاكرني عيل صغير مش قد المسؤوليه؟ ده انا مهندس يا خال. يا سيدي يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. جايز يبقى ببلاش، بس بعد ما اكون انا رحت فابو بلاش. انا قلبي مش مطمن يا خال، حاسس ان مرات ابويا مستخسره فيها المزرعه دي وعايزه تسحبها مني. يا ولا يا ولا قول كلام غير ده. يا خال هي قالتها لي بعظمه لسانها ساعة لما طردت الواد الفرفور مادي ابنها ده هو واصحابه من المزرعة الاجازة اللي فاتت. قالت لي بقى بتطرد ابني من ملك ابوك ان ما خليته يطردك من البلد كلها ما بقاش انا ألفت. ما اقدرش يا ألفت، الموقف حساس جدا وممكن يعمل مشاكل مع بابا. ما دام دخلت عالم التصدير يبقى لازم تلغي عواطفك. يعني اجيب مدير على ابني وتبقى حاجة سهلة، ازاي الغي وجوده؟ الادارة الصح هي اهم خطوات الانتاج، والمزرعة محتاجة خبير متخصص ومعامل تحاليل حديثة. ده كلام منطقي وعلمي عشان نحافظ على سمعتنا. عارف ومقتنع. ما دام عارف مستني ايه؟
مستني لما قرار اللجنه يصدر واخد شهاده الجامعه وابدا اصدر لاوروبا. ساعتها هيبقى في مبرر لما اقول لبابا نغير اسلوب اداره المزرعه، وهبقى اشوف الطريقه الملائمه اللي تحفظ لرأفت كرامته كصاحب ملك. افهمني يا عاصم، روح المصنع في ايد ابنك وكده هنعيش طول عمرنا تحت رحمته. انا مفيش حاجه في ايدي يا ألفت، انا ما بقدرش اعمل اي صفقه الا لما اروح لبابا واخليه يمضي اوراقها. هو في مهانه اكتر من كده؟ انت راضي بالذل؟ ما اقدرش اخلي ابويا يغضب عليا في اخر ايامه. اخر ايامه ايه يا عاصم؟ ده عنده 75 سنه وصحته زي الفل. ده انا حاسه ان كلنا هنموت وهو هياخد عزانه. مين اللي هنا؟ ايه ايه انت تمرجي يا ابني ولا عسكري خدمه؟ هرفض بيه. ولما انت فتح وصاحي كده ما شفتنيش وانا داخل ليه؟ عدم المؤاخذه يا رفض بيه، اصل الغفير هو اللي قال ان سيادتك جيت، فحبيت اجي اقول لسيادتك ان الدكتور بكر كان عاوزك. عاوزني في ايه الدكتور بكر؟ كان عاوز يبلغ سيادتك ان الدكتور البيطري الجديد هيجي بكره ان شاء الله. الله، طب انا اعمل له ايه الدكتور البيطري الجديد؟ اكون في شرف استقبال جنابه يعني؟ اما حاجه تغيظ. تضحك. امشي امشي. وانت كل ما تشوفني تقول لي امشي امشي. حاضر غبي. ماما، امي اصحي ست الكل. انت جيت؟ ايه يا حبيبتي اللي منيمك كده؟ معقول اللي انت بتعمليه ده يا ماما؟ قلقت عليك يا حبيبي؟ هو انا عيل صغير يا ماما عشان تقلقي عليا؟ ايوه عيل صغير، امال ايه؟ وهتفضل طول عمرك في نظري عيل صغير. بس انا مش هيهدى لي بال ولا ارتاح الا لما اعمل لك كل اللي في نفسك. صعب يا ماما، صعب، لان انا عارف جدي بيفكر ازاي. جدي متعقد ان املاكه لو اتفرقت هتضعف وتضيع. جدك غلط، ما هو ممكن يديها لواحد ضعيف ولا ظالم ويضيعها برضه. عموما انا اتكلمت مع خالي عثمان وهو وعدني انه يحاول ياثر على جدي. يا ولا خالك بالنسبة لجدك صاحب مصلحة، عشان انت هتتجوز بنته ناهد، يعني هو كده عاوز يضمن حقه ومش الحكم العادل. يا ماما، ما هو موضوع جوازي من ناهد دوت مش مضمون، لانه ممكن ما يحصلش اصلا. ايه، هنرجع بقى للكلام اللي بيزعلني ويزعل جدك منك. ليه يا ولد؟ هي ناهد وحشة ولا جهلة؟ لا، ما اقصدش، انا ما بعيبش على ناهد لا سمح الله، العيب فيا انا. انا طول ما انا مش ضامن حريتي والمزرعه مش في ايدي، عمري في حياتي ما افكر اني اتجوز اي واحده. طب وما تقولش ليه ان جدك خايف لما تتجوزش ناهد عشان كده متردد انه يكتب لك المزرعه باسمك؟ انت عارف انه ما بيحبش حاجه من املاك العيله تخرج براها. خلاص، يكتب لي المزرعه وانا اتجوز ناهد من بكره. يا حنتي يا واد، هي المزرعه تروح فين؟ ما هي ليك في الاخر. مش ضامن ابويا يا ماما، بصراحه مش ضامنه خالص. انا ما عنديش استعداد ان انا اتجوز واحده اضيع مستقبلها معايا. ازاي اتجوز واخلف واحلم بالمستقبل وانا احلامي كلها متهدده قدامي؟ جدك بيحبك ومش هيسيبك متهدد ابدا. اولا هو اللي اختار لك ناهد عشان تتجوز، يبقى عارف كويس قوي ازاي يضمن لك مستقبلك ومستقبلي. وانا محتاج اعرف، ما بنيش مستقبلي على الوهم. بعدين كفايه قوي ان انا كل ما بشوفك قدامي بحس بحكم جدي الغلط لما ساب ابويا يتجوز عليكي. لا يا ابني، انا اللي رفضت ان اتطلق من ابوك عشان ما تبقاش ابن المطلقه وعشان تتساوى راسك براس اخواتك. وتساوت يا ماما؟ قصدك يعني انك ابن الجري؟ تصبح على خير يا ست الكل، تصبح على خير. انت من اهله يا حبيبي، انك لله يا عاصم. وعاصم ليه تنشك بزورك يا ألفة؟ يلا يا حبيبي بقى، اتاخرت على امتحانك النهارده، اخر يوم. لا يا ماما ما تقلقيش، انا اليوم ياخروا اللجنه لحد ما اوصل. بطل هزار بقى واستعجل شويه. انت
عاجبك تصرفات بابا معايا؟ باباك اعصابه تعبانه جدا النهارده من اللجنه وحاجات تانيه كتير. It's not my business. عدم احساسك بمشاكله ده هو اللي مخليه قلب عليك. يا ماما هو اللي عامل مشكله على الفاضي. ليه يعني؟ الحياه ابسط من كده، ممكن تمشي بالتفاهم اصلا. طب ما تضيعش وقت بقى، وبعد ما تخلص امتحانك تطلع على المصلع على طول. ليه كده؟ انتوا عاملين عزومه ولا ايه؟ يا ابني افهم بقى، الخبراء الاجانب جايين يزوروا المصنع النهارده وهيدوا قرارهم الاخير، ضروري نكون كلنا جنب باباك في لحظه زي دي. طب تصدقي بقى، برافو ان انت قلتي لي الموضوع ده. انا هاجي لكم متاخر. ليه بقى؟ لان هما ممكن يرفضوا بابا، ساعتها هيقول لي ان انا وشي نحس. صباح الخير يا بسبوسه. صباح الخير يا بابا، ومن فضلك ابقى قول لي بوسينه على طول، انا ما بحبش حد يقول لي اسمي بدلع. انا اسف يا بوسينه هانم. ايه اللي بتقريه ده؟ ده مقال عن اسباب انهيار نمور الشرق. الانهيار الاقتصادي طبعا. الانهيار الاقتصادي بيعقبه دايما انهيارات تانية كتير. او صحوه جديده. مش غلطتي يا باشمهندس، عاصم بيه هو اللي طلب 100 عجل شباب. ابويا ما يحددش لانه ما يعرفش، واللي شحنهم لازم يتعاقب لانه كان لازم يسالنا انا الاول. اسمع يا دكتور، انا هروح محطه القطر الحق، وانت يا راشد. ايوه يا رفض بيه. بلغ الاستاذ محسن انه يجهز العجول اللي انا نقيتهم علشان يتشحنوا في قطر الساعه 12. اوامرك يا رفض بيه. سلام عليكم. سلام يا باشا. قول يا رفض بيه. قول يا دكتور وخلصني والنبي. هات الدكتور الجديد زمانه جاي دلوقتي. تحب اسلمه شغل طوالي ولا اخليه يستنى حضرتك؟ ويستناني انا ليه؟ هو انا همتحنه؟ ايه يا دكتور؟ مش دي شغلتك؟ انت شايفني شغال دكتور بعد الظهر ولا حاجه؟ لا اله الا الله. سلام عليكم. سلام يا رفض بيه. هو ماله عصبي كده ليه؟ هو كده ما بيحبش حد يلخبط النظام اللي هو عامله. لما اروح بقى المحسن افندي انكد عليه شويه، اكيد رأفت بيه هيدفعوا مصاريف الشحن حق الغلطه دي. يا بنتي ده كلام، هدفه الاول احباط العزيمه عند البلاد الناميه. على فكره ناميه او بسله مش هتفرق. هو بيحبك من شويه. سلام يا روح بابا. باي يا روح ماما. غلس. ايوه شاهينار انا معاكي. لا اصل كنت بتكلم مع نادي اخويا. ايه؟ عايزه تكلمي؟ بصراحه بقى انا حاسه انك مصاحباني عشانه، والافضل تنتهي العلاقه لغايه كده. باي. زعلانه ليه ان البلد بتحب اخوكي؟ اصله هايف، وكل اللي بيعرفوه هايفين زيه. مش احسن منك انت يا اللي مش عايشه سنك؟ هو انا لازم ابقى مستهتره عشان اعيش سني؟ ما اقصدش كده، اقصد عبايه الدكتوره اللي انت لابساها ومش لايقه عليكي. ايه بيقابليني؟ لو في شاب عدل رضي يبص في وشك عشان يتجوزك. يا ماما يلا روحي غيري هدومك والبسي لك حاجه عدله، احنا رايحين المصنع في خبر اجانب مش منظر. حاضر، هلبس لهم سواري عن اذنك. الصبر يا رب. طب استهدى بالله كده يا عمي وقول لي انت ليه مش عايز تريح رأفت؟ انا ما حدش يقول لي الصح فين والغلط فين. انتوا مش حاسين بالنار اللي كبشها بيدي وفي قلبي؟ يا عمي اني وسطت خير. بالخيبه على اللي وسطتك ولا اللي وسطتك؟ بالخيبه. اياك فاكرين ان انا ناسي ألفت وحقدها على امال ورأفت؟ ايوه، ما كانش بيسمع كلامها ما كانش همني، لكن دي بيسمع كلامها وبيعمل لها مليون حساب. انت عارف يا عمي دي ممكن يظلم ابنه علشانها. طيب لو انا يعني كتبت المزرعة لرأفت، رأفت كده يبقى خد حقه ولا زيادة عن حقه؟ دي كده يبقى مظلوم كمان. هي المزرعة تيجي ايه؟ جنب الأطيان ولا مصنع اللحمة؟ لا، لو صدق ظني يا عثمان كده يبقى رأفت خد زيادة عن نصيبه، وزيادة بكتير كمان، وده ما يرضيش ربنا. ازاي بس يا عمي؟ ده بسم الله ما شاء الله، الأملاك ياما. أصل أنت مش واخد بالك، أنت بتقسمها غلط. عاصم وولاده مالهمش غير التلتين. إيه يا عمي؟ هو أنت مخلف حد تاني غير عاصم ومخبى علينا ولا إيه؟
عثمان نسيت ناهد. ناهد الله يرحمها ودي تتنسي يا عمي، بس ناهد خلاص ماتت، لكن حقها ونصيبها ما ماتوش يا عثمان. ناهد لها التلت في املاكي. لا حول ولا قوة الا بالله. جريه يا عمي، انت هتخضني عليك ولا ايه؟ ارفع يدك عني. انت فاكرني ايه، خرفت ولا تايع عن حق ربنا؟ لا يا حبيبي انا واعي، دفنت بنتي بيدي ومش تايع عن كده يا عثمان. انا دفنت ناهد بيدي، لكن ما دفنتش مولودها اللي معايا شهادة وفاته. قصدك ايه يا عمي؟ فيك اللي يكتم السر يا عثمان. ايوه يا عمي، في بير ناهد خلفت بنت زايد القمر قبل ما تموت. البنت دي ما ماتتش، خدها ابوها باجت وهرب بيها على بلاد بره، وشهدت الوفاة، شهدت الوفاة اللي جابها عاصم اسكندرية متزورة. أكيد متزورة. ده بقى المعروف الكبير قوي اللي أنا عايزه منك لعمك يا عثمان. تاخد الشهادة دي في السر وتروح تدور لي أصلية ولا لأ. من عناية يا عمي، لكن مين اللي قالك الكلام ده؟ ربنا بعت لي اللي ينور لي بصيرتي في وقت كنت خلاص هتنازل لعاصم عن كل شيء. فاكر يا عثمان الراجل اللي دلني على مكان ناهد؟ ايوه يا عم فاكر، اظن كان اسمه ابو علي. بالظبط، هو ابو علي. من اسبوع جاني هو ومراته بيشتكولي يعني من الايام والظروف، وحلفوني بالمعروف اللي عملوه في بنتي ناهد ان انا اقف جنبهم واساعدهم. وعملت ايه يا عمي؟ طبعا طيبت خاطرهم وقلت له انتوا فين من زمان، عاتبتوهم يعني. وفجأة لقيت الست ام علي بتسالني وتقول لي امال فين بنتي ناهد، نفسي اشوفها. يا عمي مش يمكن الست دي تكون كبرت وخرفت؟ لو هي خرفت انا لسه بعقلي واعرف اوزن الامور. وعملت ايه؟ طيبت خاطرها وضحكت عليهم وقدمت لهم بنتك ناهد على انها بنتي. طبعا الست دي تنزل فيها بوس عشان تحلل القرشين اللي هتاخدهم منك. لا، قالت لي بنتي ناهد عينيها خضرة وزعلت مني واعتبرتني اتمهزقت بيها، حاولت كل جهدي اطيب خاطرها وحلفتها انها تحكي لي كل حاجه. قالت لك بنتي ناهد عايشه؟ قالت الامانه انها ما شافتهاش من يوم ما اتولدت، المهم انها ما اتولدتش ميته زي عاصم ما بيقول. اعمل معروف يا عثمان، لازم تكشف لي الحقيقة دي. انت
تقولش هم يا عمي، ما تقولش هم. أنا هدور في نفسي في كل دفاتر المواليد اللي اتولدوا في اليوم دي لحد ما اطر على بنتي ناهد وبهجت. ما تبخلش بأي مال يا عثمان، الخبر ده حيحييني من أول وجديد. ربنا يخليك لينا يا عمي. ويفضل سؤال ما يعلم جوابه إلا الله، بنت ناهد لسه عايشة وليا عمري أشوفها، ولا هعيش بوهم الانتظار لحد آخر يوم في العمر؟ اي خدمة؟ تحب ايه، اوصلك لموقف العربيات ولا حاجة؟ لا ميرسي، انا لسه نازلة من البيجو. بقولك انا مش عارفة امشي. انت رايحة فين؟ على فكرة دي بلدي وممكن اقدر اساعدك. انا رايحة مزرعة الغرباوي، تعرفها؟ ايه اللي اعرفها، دي مزرعتي. والله انت بقى الغرباوي؟ اكيد مش انا الغرباوي، يعني غرباوي بقى جدي. طيب اهلا وسهلا. اتفضلي اركبي اوصلك. بس الاول عاوز اعرف انت رايحه هناك ليه؟ انا الدكتوره الجديده، الدكتوره البيطريه. دكتوره؟ احنا طالبين دكتور مش دكتوره. يعني اروح؟ لا اركبي، الغرباوي ما بيردش حد جاي له مخصوص. لا بقولك ايه، انا ما بحبش اشغل شفقه، واكرم لي ان انا اروح. بس على فكره لازم اتاكد الاول ان انت حفيد الغرباوي. طب يا ستي انا اسف، كنت بهزر معاك، انا واحد من اللي شغالين في المزرعه. اتفضلي اركبي. اوكي. اتفضلي. انا مش الافضل ان انت تبص قدامك بدل ما نعمل حادثه ونروح فيها سوا؟ بس مش متخيل ابدا انك انت ممكن تكوني دكتوره بيطريه. يا سلام، وايه الغرابه في كده يعني؟ اصل لا يمكن الجمال ده يكون محكوم عليه انه يتعامل مع المواشي. انا بيتهيالي انك انت دكتوره تجميل مش دكتوره بيطريه. متشكره قوي، بس من فضلك ما تكررهاش والا هعتبرها مغازله، وانا ما بحبش كده. ما هنضحك على بعض، مفيش بنت ما بتحبش تغازل. انا وده حقيقي، وخصوصا وان احنا زمايل في مكان واحد. بقولك ايه، ممكن تقولي انت بتشتغل ايه واسمك ايه؟ انا مهندس وتخصصي انتاج حيواني، واسمي رفض. تشرف. ممكن تقولي ايه نظام الشغل هنا، خصوصا يعني ان دي اول مره اشتغل فيها وخايفه من التجربه قوي؟ مش لو الغرباوي قبل اصلا ان هو يشغل بنات عنده. وايه الفرق يعني؟ شغلانه صعبه قوي. ده شغلي، وكمان لانك غريبه ما انتيش من البلد. احنا كل البنات اللي بيشتغلوا عند الغرباوي اغلبهم او معظمهم من البلد، وبيشتغل معاهم يا ابوهم يا جوازهم يا اخواتهم كده. مفيش اي مشاكل، لو اعترضها بارجع. او في حل تاني، بس الحل ده بقى سهل جدا جدا جدا، انك تتجوزي واحد من اهل البلد. ايه رايك؟ واضح ان دمك خفيف قوي، مش هيكون في عمار بينك ده اذا اشتغلت. يا للدرجه دي مستثقله دمي؟ ممكن يكون حد غيري شايفك خفيف، لكن انا لا، وخصوصا اني ما بحبش الهزار، واتمنى ده بقى يبقى واضح. واضح، واضح قوي. فضي ازازه من دول في كل حوض ميه. حاضر. وتاكد ان هم شربوا منه. ايوه يا دكتور، يعني ازازه من دول في كل حوض ميه. ايوه يا اخي. حاضر يا دكتور. اتفضل. حاضر حاضر. رفض بيه، الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام يا رفض بيه، يا الف حمد لله على السلام.
الف 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 مليون حمد لله. خلاص بعدين ايه تعظيم السلام اللي انت عملت عملوا لي فرحه في الجايه ده؟ اصلي بحب امشي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا. دكتوره سلوى. دكتوره؟ جبتها منين دي يا رأفت بيه؟ هكون جبتها من الشارع يا دكتور. دكتور؟ في دكتور جاي دلوقتي بعته الدكتور مراد. ما هو انا اللي بعتني دكتور مراد. حضرتك دكتور بكري؟ ايوه انا بكري بس هو قال لي دكتور. اصل زميلي اعتذر فبعتني انا. ولو مش متاكد حضرتك ممكن تسأل. خد الورق بتاعها يا دكتور وسلامة الشغل فوراً. هل تشوف يا رأفت بيه؟ انا رايح لمحسن عشان ال 100 عجل اللي المفروض يتشحنوا بدل اللي انا وقفت شحنهم قبل كده دول. بألف سلامة يا بيه بس يا ريت تسامحونا. ربنا يسهل بعد اذنك. استاذ رأفت. نعم. حضرتك لو زعلان مني يعني ممكن امشي مفيش مشاكل. نورتي مزرعة الغرباوي يا دكتور. اتفضل يا دكتور. محمد ايه؟ أول مرة أشوفه مبسوط بالشكل ده. وبعدين في القلق ده بقى انا اعصابي تعبت خلاص. دي شهاده مش سهله يا ماما. يعني ايه مش سهله؟ الشهاده دي بيوزعوها على كل حبايبهم في العالم كله. بس احنا مش حبايبهم. ابوك اللي خايب ومش عارف يتصرف. اي منظمه او هيئه فيها المرتشين وولاه الضمير. كفايه فساد بقى. ها يا جماعه ايه الاخبار؟ لسه ازاي يا ماما؟ ده شايفهم كلهم راكبين العربيات وخارجين من المصنع. يبقى مش ممكن. مبروك يا ولاد. مش هتنازل على عربية جديدة. موافق. اموري يا روحي. طقم الماس هتجنن عليه. ولا تتجنني ولا حاجه. روحي خديه وخليهم يبعتوا لي الفاتوره. وانت يا روحي اموري كل اللي نفسك فيه. انا عايزه اشتغل معاك هنا. ها؟ ما انت قاعده في البيت مرتاح. لا يا حبيبي، ما انا مش هرتاح ولا يهدالي بال غير ما ننافس مصنع الريد ميت ده في اوروبا وانجلترا نفسها، وانتاجنا يغرق الاسواق الاوروبيه. بالراحه بالراحه يا ألفت. المصنع ده خسر كتير بسبب منافستنا ليه في البلاد العربيه. منافستنا في الدول العربيه مش هيبقى له قيمه الا اذا نافسنا في اوروبا. لا 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 انا خايف. نسيت كلامك عن المنافسه يا بابا. يا بنتي الناس دول وراهم منظمات عالميه بتدعمهم، لكن انا ما اقدرش امضي ورقه من غير موافقة جدك الغرباوي.
الشاي يا عمي. تسلم ايديكي. اسلم لي. سبحان الله، ما احبش اشرب الشاي الا من ايديك انت يا امال. يا عمي ده انا عينيا ليك. اللي قولي يا عمي، هو عثمان كان عاوزك في ايه ضروري وكان نازل من عندك ملهوف كده يعني؟ قولي انت، هي نايت بنت عثمان بقى لها مده ما بتجيش هنا ليه؟ يكونش رافض زعلها؟ هو رافض حاسس بيها من اصله؟ زي الكلام ده. هو يمكن عشان يعني ما الخطوبه طولت حبتين، احنا برضو حقنا نجوزهم. ده انا كنت مخلف عاصم وانا اصغر من رافض ده بخمس سنين على الاقل. يا عمي رافض ما خطفش نهد من اصله. ازاي الكلام ده؟ ازاي بتقولي كده؟ ده مخطوبين لبعض من وقت ما خد شهادته. ايوه مخطوبه باللسان يعني، انما لا قرينا فاتحه ولا لبسنا دبل. بسيطه يا ستي، لما يبقى عثمان يرجع اقعدي معاه واتفقوا على كل شيء وحددوا ميعاد الجواز ونخلص. ايوه عثمان يرجع منين بقى؟ انت عمال تلففني وتدوخني من الصبح وتتوهني علشان ما تردش على سؤالي اللي انا سالته لك، لكن انا بقى مصممه انك تجاوبني ومصممه اعرف ايه اللي بينك وبين عثمان واتفقتوا على ايه بخصوص المزرعه. بطلي لا توعجني يا امال، وقومي شوفي شغل البيت. ماني مش هفضل طيشه في البيت ده يا عمي. طيشه؟ انا برضو مخليكي طيشه؟ ايوه انا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل في البيت ده واني مانيش فاهماها، وخصوصا بقى بينك وبين عاصم وبين عثمان. ايوه والله، بقى الاولاني جوزك والتاني يبقى اخوكي. اساليهم وشوفي انت عايزه تعرفي منهم ايه. انا بقى هقوم اتمشى في الغيط، ولو احتجتوني بشيء ابعتوا لي رأفت او عارف طريقي. بنتي هنيه. يا هنيه. ايوه يا استقبال، في حاجه؟ تعالي يا بنت. نعم. اوصلي لحد بيت عثمان اخويا، اندهي البت ناهد، قول لها عمتك عاوزاكي ضروري. يلا روحي ما تعوقيش. بسرعه. حاضر. يا ترى ايه اللي بينك وبين عثمان يا عمي؟ الاقوه بعته فين؟ ما انا مش هرتاح الا لما اعرف. الو مادي موجود؟ مين اللي بيتكلم؟ انا فيفي. لا هو مش موجود دلوقتي. طب ممكن تديني رقم موبايله الجديد؟ لما تقابليه بقى خديها منه. وبصراحه بقى انا زهقت منك، انت ما بتتكسفيش؟ يا ترى عرفتي صوتي يا ابو سينا ولا؟ منك لله يا مادي. مالك يا حبيبتي؟ مسهمة وسرحانة في ايه؟ ابدا يا ماما مفيش. معلش انا عارفة ان قاعدة البيت حابسة للي في سنك، خصوصا بعد ما تخرجتي وخدتي شهادتك وكان نفسك تستوظفي بيها. لكن معلش، يلا بقى قومي البسي عشان نروح مشوار. على فين يا ترى؟ عمتك عايزاكي، قال هتكون عايزاكي عشان رأفت. ما هي دي المشكله يا ماما، انها هي عاوزاني عشان رأفت، انما رأفت بقى مش عايزني ولا عمره هيعوزني غير عشان امه. طب ما تجيبيها كده، تجي لها كده مصلحه واحده. لا في فرق، وانا مش هتجوز رأفت ابدا غير لو حسيت ان هو عاوزني انا. ها انت هتعملي لك فيها اماثل؟ ما تتبطريش على النعمه لا تزول من وشك. ليه يا ماما؟ هو انا مش انسانه وعندي كرامه؟ لكن بتطلبي المستحيل يا عين ابوكي. رأفت واللي زيه ما بيفكروش في الحب، ولو استنيتي لحد ما يقولك بحبك وعايزه اتجوزك تبقي هتعيشي طول عمرك عانس. طب افرضي اتجوزته ومحبنيش؟ المهم انه مش هيقدر يسيبك لانك من لحمه ومن دمه.
واعيش حياتي كلها زي عمتي امال. لا يا ماما انا اسفه، ما اقدرش اكون زي عمتي امال، متجوزه وعسبه في نفس الوقت. خلاص يا رأفت بيه كله تمام. شحنت العجول؟ حصل، واوعدك ان انا مش هغلط الغلطه دي تاني ابدا. قبل ما تفكر تغلطها هتبقى بره المزرعه. المهم بس حضرتك ما تكونش زعلان مني. لا يا سيدي مش زعلان، بس انت حظك حلو، بس انا النهارده مبسوط حبتين. انا برضو ملاحظ كده على حضرتك، وحاسس ان الدكتوره الجديده ان شاء الله هيبقى وشها حلو علينا كلنا، وحضرتك هتبقى مبسوط وفرحان على طول. انت قصدك ايه؟ لا انا ما اقصدش حاجه يا رفضت بيه، ما اقصدش حاجه. اسمع انت تركز في شغلك وبس، فاهم؟ فاهم يا رفضت بيه. واخسب لك يومين تاني يا رفضت بيه. تاني. حاضر. الظاهر ان انا هطردها من المزرعه قبل ما تتعين، يعني هتبوظ عليها كل حاجه. ايوه دكتور لو سمحت ادي العجل ده الحقنه قبل ما اشوف حاجه ثانيه. انا؟ ايوه اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعملي ده؟ انت لا يمكن تكون الدكتوره بطاريه. لا انا ليه؟ والله العظيم انا دكتوره. دكتوره؟ انت لو كنت دكتوره بطاريه بصحيح كنت عرفت ان الحقنه دي بتتحت في الرقبه. بص انا هقول لحضرتك كل حاجه بصراحه، بس يا ريت ما تقولش رأفت بيه لغايه لما اتعلم منك كل حاجه. كل حاجه؟ دي انت على كده محتاجه تدخل الكليه من اول وجديد بقى. لا هعرف من حياتك بس حاجات بسيطه مؤقتا. بقولك ايه؟ قولي كده بصراحة ومن غير مساومة، انت مين وجاية هنا ليه؟ يا بنتي يا ناهد، ده انت حبيبتي وروحي، ده انت بنت اخويا الغالي. ما انا عارفة والله يا عمتي ومتأكدة من حبك ليه، بس مش هي دي المشكلة. ايوه عارفة قصدك ايه، قصدك على الواد رأفت. عمره ما حسسني انه بيحبني ولا انه عاوز يتجوزني. يا بيت انت عارفه رأفت ما بيحبش الكلام المايس، دماغه كلها في الشغل وبس. بس برضو اي بنت يهمها تسمع الكلام ده من اللي عايز يتجوزها. لا عيب، لا عيب، واختشي وخلي عندك دم. هو احنا عندنا الكلام ده يا بيت؟ بنت تقول اسمع الكلام ده والكلام الفارغ دي، جدك خلاص حدد ميعاد الجواز وبقى الامر لازم. وبعدين لما يتجوزك بقى يا بنت وتبقوا في بيت واحد ويتقفل عليكوا باب واحد، اسمعي منه اللي انت عايزاه. ايوه هو هيبقى له حد غير هيفضفض لها. امال ايه؟ اهي مالك يا بيت، اي عروسه ساهمتي كده ليه؟ يعني هقول ايه يا عمتي؟ هو حد يقدر ينطق ولا يفتح بقه بعد كلام جدي؟ ما احنا لازم نرضى ونبوس ايديه ونخليه هو اللي يخطط لنا مستقبلنا وحياتنا، عشان هو كبرنا واللي يعرف مصلحتنا. بس تفتكري يعرف كمان ايه اللي يفرحنا؟ بس عليك يا ناه، يعني انت يا بنت ما انتش فرحانه بجوازك من رأفت؟ لا ازاي يا عمتي، فرحانه طبعا، بس يا ترى رأفت كمان فرحان ولا بينفذ الاوامر وخلاص هو راخر؟ كده؟ اظن ملوش لازمه وجودي هنا بعد النهارده. طب ممكن نتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ ما عندوش لزوم. اولا ما بتشغلوش بنات، ثانيا غير مؤهل. طب اشوف شهاده تخرجك. وليه؟ بكالوريوس يعني. اشوفها عادي يعني. اتفضل. هي دي؟ هاي سلوى عبد ربه، متخرجه بقالك سنه من انجلترا. ايه لازمه التحقيق دلوقتي؟ انا سالت ان عندكم اي حاجه؟ وبعدين يعني اذا ادعيت ان انا دكتوره بيطريه فده عشان اشتغل.